ابتدت الساعه كام بالظبط؟ حضرتك ابتدت الساعه 9:30، كان قبليها نص ساعه كان النور قاطع اخد ساعه. فاما النور جه طبعا بعد النور ما جه بصينا لينا في الدور الاول علوي الدخان طالع مني. فاما الدخان طلع الطبيعي ان انت في الموسكي، طبيعي ان انت في الموسكي يعني في دخان اكيد في حريقه. فطبعا اول حاجه بنعملها لازم تلم البضاعه اللي قدامك، اي بضاعه بقى تحت الحريقه فوق الحريقه جنب الحريقه لازم نلم البضاعه اول حاجه. بنلم البضاعه مفيش دقيقه بالظبط الدنيا بتزيد. في واحد في المحل اللي جوه بيقول الحقوني الحقوني الحقوني، احنا ما فكرناش دخلنا على طول رحنا مكسرين في الاقفال. اللي فال طبعا ما رضيش يكسر. المهم واحد ابن حلال جه فتح في البيبان، ما عرفش برده الناس هنا الله يبارك لها كله بيتجمع في الحاجات زي كده بيقف مع بعض، فما معرفش النار من كتر شدتها جوه وفي جوه ولاعات وحاجات ماليه غاز وكده وخردوات، فالحاجات دي انفجرت في الباب. فالباب خد الناس واللي واقفه قدامه ورماهم. حصل اصابات حضرتك؟ هو الحمد لله ما فيش اي اصابات. واللي كان بيقول جوه الحقوني ده كان بيقول الحقوني الحقوا البضاعه. تمام. فالحمد لله يعني هو بخير. الحمد لله بخير. بس مفيش هي بس وفيات؟ لا مفيش في وفيات، بس في خساره جامده لاصحاب المحلات. يعني عوض عليهم تقريبا البضاعه اللي راحت بكام؟ بملايين. ملايين. هقول لك ايه، هقول لك رقم ملايين الله اعلم، ما فيش حد يعلم الا صاحب المكان. تزيد عن مثلا تعدي 12 13 15 مليون. البضاعه دي كانت عباره عن ايه حضرتك؟ خردوات ولعب اطفال احنا هي المسكي ايه؟ لعب اطفال، خردوات، ملابس، اي حاجه، كل ده سريع سريع الاشتعال. هو مصر اقتصاد مصر في الموسكي طبعا زي ما الناس كلها عارفه. انت كان يعني موقعك فين من الحريقه ساعه ما حصلت؟ المحل فش على طول، محل عباس شاول الزين الاسلامي فش على طول. تمام، الف شكر لحضرتك. كاملك يا فندم. شكرا جزيلا. يا بيه الحريقه دي حضرتك شايف انها بسبب ايه؟ ماس كهربائي. الحريقه النور قطع ساعه وبعد ما جه النار اشتغلت، غير كده مفيش. تمام، يعني مش بفعل فاعل ما بتتهموش اي حاجه، يعني الناس تجار وناس نظيفه وما فيش الكلام ده، كلنا بنخاف على بعض ومفيش اي حاجه. تمام، كلنا كنا فاتحين والناس كلها كانت فاتحه، ما كانش في اي حد في قافل. سواء الكهرباء الناس الكهرباء كان مقفول، مفيش اي حاجه ثانيه، مفيش فعل فاعل ولا الكلام ده، والحمد لله سطرت على خير يعني. الحمد لله. الحمد لله.